في ضربة أمنية حاسمة وقوية تعكس مدى السيطرة الأمنية الحاكمة على منافذ البلاد الشرعية لمنع عمليات التهريب من خلالها حماية للاقتصاد الوطني. فقد نجحت الأجهزة الأمنية وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة ومعلومات توصل إليها قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن محاولة لتهريب أجهزة إلكترونية داخل البلاد. نجحت في إحباط هذه المحاولة التي قامت بها إحدى شركات الاستيراد عبر ميناء القاهرة الجوي. خمسة وعشرون طرداً تحتوي 200 كرتونة تحوي أجهزة إلكترونية حاول مسؤول الشركة إدخالها البلاد من إحدى الدول العربية على أنها كواشف معملية عبر ميناء القاهرة الجوي خلافاً للحقيقة. حيث تم ضبط وبعد عمليات فحص هذه الطرود 23983 هاتفاً محمولاً مختلفة الأنواع. كما تم ضبط 5646 ساعة يد ذكية و830 سماعة بلوتوث وكمية من الألواح الإلكترونية الخاصة بالأجهزة الطبية المتقدمة وقرابة 8000 شيشة إلكترونية و108 كيلوغرام معادن نفيسة. كما تم ضبط 4409 عبوة أجهزة إلكترونية طبية وأدوية ومستحضرات تجميل عالية القيمة، وتقدر قيمة الرسوم الجمركية على المضبوطات بأكثر من 450 مليون جنيه. وعقب تقنين الإجراءات استهدفت الأجهزة الأمنية المتورطين في عملية التهريب ونجحت في ضبط 3 منهم وجاري ضبط باقي المتهمين. كمية كبيرة من المضبوطات نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة دخولها البلاد بفضل اليقظة والجاهزية والرقابة الحاكمة للأجهزة الأمنية على كافة المنافذ والتي تتم باحترافية كبيرة ما يسهم في إحباط هذه المحاولات وحماية الاقتصاد الوطني.